الله عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام. ليه طبيب الاسنان بيبرد الاسنان اثناء التركيب او سواء في عمل طربوش او جسر او عدد معين زي ما يكون؟ المهم انه في التركيب الثابت ليه بنبرد الاسنان، وهل ده صح ولا غلط؟ السؤال ده بيطرح نفسه على عدد كبير من الناس، وانا هجاوب عليه تقريبا بالتفصيل ان شاء الله. لما بنيجي نشتغل تركيبات ثابته لازم نبرد الاسنان من بره ومن جوه ومن كل الاتجاهات، ما بنسيبش مكان ما بنبردوش، وطبعا ده صح 100% في العمل التركيب الثابت. طيب ليه بنبرد الاسنان؟ هتكلم نقطه نقطه. اول حاجه بنفتح بين الاسنان وبعضها، يعني بنعمل مسافه او فراغ بين الاسنان وبعضها، وده علشان بعد كده التركيب اللي هو الصناعي او التركيب الثابت في الجزء ده يلاقي مجال او مكان ينزل فيه. طيب ليه بنبرد الاسنان من بره ومن الداخل؟ بنبرد الاسنان من بره ومن الداخل طبعا ده بيبقى بمعيار او بمساحه او مسافه معينه، علشان التركيب ما يكونش فيه بروز اكتر من اللازم، وكمان علشان يبقى فيه مجال للتركيبه ان هي تنزل جوه اللثه، بالتالي ما تكونش التركيبه فوق اللثه او بينها وبين اللثه مسافه، وده بعد كده لو في مشكله هيعمل ريحه مش كويسه للفم وهيعمل التهابات في اللثه، ممكن كمان يخلينا نخسر الاسنان. هنا بقى ودي اهم نقطه في الفيديو، اثناء بقى تصغير الاسنان او برد الاسنان او تحضير الاسنان للتركيب، لو الطبيب برد الاسنان بشكل اكتر من اللازم او بشكل زياده عن اللازم، يعني الاسنان بقت صغيره جدا او الاسنان بقت رفيعه جدا، في الحاله دي هنا بقى المشكله بتبدا، يعني ان الاسنان بتضعف وكمان التركيبه ما بتمسكش في الاسنان عدد سنين كتير، وهنا ممكن التركيب كل فتره يفك وتضطر بقى انك كل فتره تروح عياده الاسنان تعمل اعاده تثبيت للتركيب. علشان كده انا حبيت اوضح النقطه دي مهمه جدا، يعني ان الطبيب برده بيبقى فيه معيار معين احنا شغالين بيه ما ينفعش ان احنا نتعداه، لكن لو حصل والسنه بقت صغيره اكتر من اللازم في الحاله دي التركيبه بتقع كل فتره. شكرا على متابعتكم، لو حد عنده سؤال يسيبه لي في كومنت، وممكن تتواصلوا معايا من خلال اللينك اللي انا بسيبه في وصف الفيديو. والسلام عليكم.